يفرز هذا النبات مادة دبقة خاصة بهذه الحشرات التي يحبها مثل الذباب مثلا، وهو ينظف البيئة. انظر، علقت هذه الحشرة فيبدأ بالالتفاف عليها، انظر يبدأ بالالتفاف عليها، ثم تبدأ هذه الخلايا بإفراز مادة هاضمة ليتمكن من استخلاص البروتينات والمواد. هذه ذبابة مثلا يستخلص منها المواد النافعة ويطرد الفيروسات والبكتيريا والمواد الصلبة لأنه ليس بحاجة إليها. هذا الكتاب النير بالنور، هل يبشر آياته فيها الهدى؟ أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر؟ هو خاتم الكتب التي من عند ربي تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. جل الحكيم القادر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أحبتي الكرام مع حلقة جديدة من وأنزله بعلمه. وقفت متعجبا أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعامله مع النبات، عندما يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وعندما قال لعلي وهو خارج في إحدى المعارك أو إحدى الغزوات الصغيرة، قال يا علي، انتبه لنص الحديث، لا تقتل شيخا ولا طفلا ولا تهدم صومعة ولا تقطع شجرة. انسجام ورحمة وعلاقة عجيبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عالم النبات. وننتقل معكم إلى عالمنا وأستاذنا الباحث العلمي في القرآن الكريم والإعجاز العلمي الدكتور عبد الدائم الكحيل. نرحب بكم مجددا دكتور. يا اهلا وسهلا ومرحبا. يعني علاقه النبي عليه الصلاه والسلام بالنبات بهذا الشكل، هل له دلاله علميه أكيد. عندكم كباحثين ومتخصصين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. باحثه اسبانيه الفت كتابا ربما تستغرب من عنوان هذا الكتاب، محمد رائد الحفاظ على البيئة. الله، صلى الله على محمد. كيف استنتجتها وهي غير مسلمة؟ قالت هناك علاقة بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وبين البيئة، ليس النبات فقط. سبحان الله. فقد كان رحيما بالشجر والحجر والنبات والحشرات وكل من حوله. كيف ذلك؟ من أين اكتشفت ذلك؟ قالت كان هذا النبي يمنع تلوث الماء، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. صحيح، قال ذلك. اليوم في الولايات المتحدة في أكثر الأحواض السباحة تطورا هناك كثير ممن يتبولون في الماء أثناء السباحة، لذلك تجد لافتات تحذير ولا يستفيدون شيئا، لأن هذه المواد يمكن أن تسبب أمراض خطيرة جلدية. سبحان الله. سبق النبي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. النبي أمر إذا ذبحت الشاة ألا تذبحها أمام غيرها لكي لا ترعبها. سبحان الله. وأن تكون رحيما بها، قال فليحد شفرته وليرح ذبيحته صلى الله عليه وسلم. كان رحيما حتى بهذه الذبيحة التي أحلها الله لنا سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. رحيما بالنبات. نعم. رحيما بالشجر، نهى عن قطع الأشجار أو إحراق الأشجار. أو إحراق الأشجار، لأن هذا النبات يتألم. هذا النبات تؤثر فيه أي مادة مثل البشر. سبحان الله. يعني حتى إن النبات يسكر أحيانا. عجيب.
قامت إحدى الباحثات بدراسة غريبة جدا، يعني لو أحببت أن نراها على نبات، هو نبات حساس، النبات الخجول يدعى، إذا اقترب منه شيء ينقبض مباشرة. سبحان الله. هذا النبات ماذا فعلت؟ لنرى إذا أحببت التجربة العلمية المفاجئة فعلا، يعني. طبعا كلمة يسكر بالنسبة للنبات هنا نريد أن نقول للمشاهدين إنها علمية. تجربة حتى يشوفوا. نعم. ويروا النبات كيف يحس. هي كلمة علمية ليست مجازية. لكن مش سكر بالفعل. لا، هو يسكر بالفعل ويذهب يعني النظام العصبي يضطرب لديه. سبحان الله، عجيب. هنا تقوم هذه الباحثة بإحضار هذا النبات، انظر، بمجرد أن تقترب منه ينقبض، تنقبض هذه الحساس جدا. يقولون بلغة المصريين نبات ست المستحية. نعم، هو يستحي بالفعل. نعم. أكثر من البشر ربما. سبحان المهم الله. الآن قامت برش مادة كحولية مثل الإيثانول وغيرها، هذه المادة مخدرة. سبحان الله. هي نفس المادة الموجودة في الكحول. يعني الآن هو يشرب نوعا من أنواع الكحول، لا يشربه، إنما فقط وضعت البيئة حوله حتى ترى، يعني لم تضع في التراب، فقط وضعته. نعم. ضمن هذا الوعاء الزجاجي وانتظرت قليلا، ثم انظر، لم يعد يتأثر أبدا، انظر، حتى مهما ضغطت عليه أصبح عجيب. سكرانا، انظر الآن تقوم بمخدر بحركات، انظر حتى إنها قصت هذه الورقة ولم يتأثر ولم ينقبض، هو سكر بالفعل. إذن هذا النبات لديه إحساس، لديه مشاعر، لديه عقل، يعقل. سبحان الله. إذن هذه التجربة ماذا نستنتج منها؟ هل أدركها النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن تعذيب هذا النبات أو قطعه؟ إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. حقيقة. عليه الصلاة والسلام. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في عالم النبات. نعم. تتجلى أنه كان حريصا على أن الإنسان لا يحرق هذا النبات. سبحان الله. لأن عملية الحرق فيها عذاب أكثر من القطع بكثير، حرق النبات مؤلمة جدا. سبحان الله. سبحان الله. يعني أشياء لا يمكن أن يدركها بشر، الآن يدركونها في القرن الحادي والعشرين، ولكن من علم هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. هذه التعاليم الدقيقة. لذلك هذه الباحثة الإسبانية قالت إن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون يعني إلا رائد الحفاظ على البيئة، حيث وضع قوانين الرفق بالبيئة وبالحيوان قبل 14 قرنا، قبل الأمم المتحدة. صلى الله عليه وسلم. عندما قال في حديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها من خشاش الأرض ولا تركتها. صلى الله عليه وسلم. فدخلت النار، انظر يعني إلى. نعم. هذه العقوبة. نعم. لأنك عاقبت هذه التي يعتبرونها من البهائم، مع العلم اليوم ثبت أن هذه الحيوانات لها عقل ولها يعني مشاعر وأحاسيس، وهي لا تقل أهمية عن البشر. بارك الله فيكم دكتور على هذا الإدلاء. أقول لعزيز المشاهد، يعني إذا سمعت أو قرأت هذا الكلام الذي لا يليق عندما يقال أن الإسلام دين العنف ودين، هذا هو نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، رحم النبات ونهى عن حرقه، وقال دخلت النار امرأة بسبب هرة حيوان صغير، أيكون بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الدين الإسلامي يتهم بأنه دين العنف؟ إنه دين الرحمة، ولكن بعضنا هو الذي أساء، أما الإسلام فهو دين مثل الشمس في رابعة النهار. اللهم صلي وسلم وبارك على نبي الإسلام محمد سيد الرحماء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. أنزله بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق تبارك وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
أحبة الكرام، مجددا نعود إلى أستاذنا نستكمل رحلتنا الإيمانية مع أنزله بعلمي. نرحب بكم دكتور مجددا. بارك الله بك. الله يكرمك. ويعني سؤالي بمناسبة الكلام عن حرق النبات، نحن يعني ما رأينا موضوع حرق النبات دوت، يعني لو يعني في أدلة عملية على هذا الأمر. صحيح، لأن بعض الملحدين شككوا بأن هذا النبات لا يعقل، فإذا حرقته لا يحدث أي شيء، ولكن هناك باحث لم يفكر بهذه الطريقة الغبية، أحضر نباتا يمكن أن نرى مباشرة أفضل لكي عمليا نرى، يعني نعم، نرى ما الذي يحدث داخل هذا النبات. سبحان الله سبحان الله سبحان تجربة الله. علمية على نبات أحرق منه، وانظر ماذا حدث في الخلايا الموجودة داخل هذا النبات وكيف نقل الإحساس. طبعا هنا هذا الباحث جاء بنبات وقام بوصله على الكمبيوتر. كيف يعني ذلك؟ وضع أقطاب كهربائية، إذا حدثت أي إشارة كهربائية عصبية هنا تنتقل إلى جهاز يتم تضخيمها وتظهر على الشاشة، زي قياس القلب يمكن. تماما. الله أكبر. تماماً. تظهر على شكل ومضة أو نبضة. عجيب. الآن وصل هذه الأقطاب الكهربائية وبدأ بإحراق أجزاء من النبات. انظر ما الذي سيحدث علميا، نحن نتحدث علميا الآن يعني، وهذه تجربة تحدث أمامنا. ينتقل هذا الإحساس وتحدث هذه الومضة. انظر هذا الخط الذي نزل وارتفع، هو عبارة عن ألم وصرخة أحس بها النبات. انتقل الإحساس عبر هذا الجذع باتجاه الجذر والتقطه، التقطته هذه الأقطاب الكهربائية وأحدث مثل هذا المنحني. هذا المنحني هو ومضة، كأنها انكسار لهذا النبات، إحساس النبات. إذن استنتج هذا الباحث أن النبات يتألم جدا إذا احترق جدا. سبحان الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حرق النبات حتى في الحروب صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن الآن عندما نتأمل هذه التعاليم النبوية العظيمة جدا، جميل، ونتأمل تجارب العلماء، نعم، ونجد التطابق الكامل بينها وبين ما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لابد أن ندرك أن هذه الباحثة أدركت أن رائد الحفاظ على البيئة ليس البيئة فقط ومشاعر هذه البيئة، سبحان هو حبيب الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نباتات يعني عجيبة جدا، سبحان الله، لا تستطيع أن تتناول غذائها من التراب والهواء، ماذا تفعل؟ جهز الله لها تجهيزات دقيقة جدا، سبحان الله، نظام عصبي ونظام هضمي ونظام تواصل ونظام استشعار عن بعد كمان. نعم، ما شاء الله. هذا النبات يفرز مادة دبقة لزجة تعلق بها حشرات معينة التي يحبها فقط، سبحان الله، ويمكن أن نرى ذلك من خلال الواقع العملي، التجربة العملية. الله نعم. أكبر. ليس التجربة، هو نبات يعيش، وهذه لقطات طبيعية مصورة. نعم نعم نعم. يفرز هذا النبات مادة دبقة خاصة بهذه الحشرات التي يحبها مثل الذباب مثلا، سبحان الله، وهو ينظف البيئة. انظر، علقت هذه الحشرة فيبدأ بالالتفاف عليها، انظر، يبدأ بالالتفاف عليها، ثم تبدأ هذه الخلايا بإفراز مادة هاضمة ليتمكن من استخلاص البروتينات والمواد. هذه ذبابة مثلا يستخلص منها المواد النافعة ويطرد الفيروسات والبكتيريا والمواد الصلبة لأنه ليس بحاجة إليها، يعني هناك نظام تنقية وتصفية طبي. سبحان الله. نعم. مصنع تكرير، سبحان الله، عجيب يعني. هذا النبات الثاني له وسائل للإحساس، ولديه روائح يصدرها تجذب هذه الذبابة، فإذا دخلت
ضغطت على شعيرات للتحسس هذه الدقيقة في الداخل، فيبدأ باتخاذ القرار والانقباض عليها، ثم يفرز هذه العصارة الهاضمة بعد أن يغلق عليها، وهذه وجبة تكفيه لعدة أيام. بعد أن يفرز ويذيب هذه الذبابة يأخذ أيضا المواد المفيدة، ثم تنفتح هذه الورقة ويرمي هذه المواد. هذه التقنية أولا تحتاج إلى جهاز بث روائح يحبها الذباب ليأتي، وإلا لن يأتي. صحيح. يحتاج أيضا إلى جهاز استشعار عن بعد ليشعر بوجود الذبابة في المركز، لأنها إذا كانت في قريبة من الخارج ستهرب. صحيح. الذبابة على الرغم من قدراتها الهائلة في المناورة تعجز أمام هذا النبات البسيط. سبحان الله. فالجهاز الموجود في النبات أعقد من الجهاز الموجود في الذباب. سبحان الله، مع أن الذباب ليه كاميرات في رأسه. سبحان الله. ويستطيع الطيران بسرعة. الشيء الثالث، قدرة هذا النبات على إفراز المواد الهاضمة المناسبة، ليست أي مواد تهضم الذباب. نعم. نعم. ثم قدرته على التخلص، لأنها محملة بملايين البكتيريا والفيروسات، يتخلص منها لا تؤثر فيه. أجهزة فلترة. فلترة طبية معقدة. وأخيرا لديه يعني ما يسمى بنظام افتراضي، هو خلق على هذا النظام. من خلال هذا النظام يستطيع أن يحدد موقع الحشرة، ويستطيع أن يحدد سرعة انقباض، لأن هاتين الورقتين إذا انقبضتا بسرعة أقل بجزء من الثانية تهرب الحشرة، هو يعطيها السرعة المناسبة ما يناسبها. سبحان الله. سبحان الله. طيب، هذا النظام تقول لي إنه جاء عن طريق الطبيعة أو عن طريق التطور، هذا النبات وجد قبل مئات الملايين من السنين. سبحان الله. أي طبيعة هذه التي تصنع هذه الدقة؟ والله تبارك وتعالى يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سبحانه وتعالى. سبحانه وجل في علاه. سبحانه وجل سبحان في علاه. يعني لا أملك إلا أن أقول بعد هذا الكلام، أخي المشاهد، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. صدق الله العظيم. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا، قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.